المسألة المقدسية، الاستعمار السياسي للدين. المسيحية. من بعد طول انتظار ولدت الديانة المسيحية من رحم الحلم اليهودي المستحيل، مجيء المخلص المسيح أو المسيح. ولأن أورشليم بيتها مقداش أو بيت المقدس كانت لا تزال قائمة في الوقت الذي من المفترض أن المسيح يسوع ظهر فيه، إذ كان مولده بحسب ما استقرت عليه معظم الكنائس قبل مولده بأربعة أعوام. ولذلك يقال إن ميلاد المسيح كان في السنة الرابعة قبل ميلاد المسيح، وهذا بسبب اضطراب روايات وتواريخ على النحو الذي يضيق المقام هنا عن بيانه وتفصيل مشكلاته. وخلال القرن الأول الميلادي لم تكن هناك صورة واحدة محددة للديانة، نظراً لكثرة الأناجيل أو البشارات التي تروي وقائع حياة المسيح اليهودي الذي لم يعترف به اليهود قط كمسيح أو مخلص منتظر. وفي القرن الثاني الميلادي كثرت الأناجيل حتى بلغت قرابة 30، وتفاوتت فيما بينها صورة المسيح ما بين الله وقد تجسد بكامله، ابن الإنسان الذي ظهر من خلاله الوجود الإلهي بتمامه، النبي المرسل من الله. وفي القرن الثالث الهجري قام آباء الكنيسة الكبار لا سيما الإسكندرانيون منهم بتحديد ملامح العقيدة الأرثوذكسية القويمة، وعدوا ما عداها هرتقات أي خروج عن إطار الإيمان القويم، وبدأت التفرقة والعداوة بين المؤمنين بالدين المسيحي واليهود الذين أسلموا المسيح للرومان كي يتخلصوا منه فصلبوه حسب ما يعتقد المسيحيون أو شبه لهم حسب ما سيقول الإسلام من بعده. وكانت مدينة أورشليم القدس بيت المقدس آنذاك قد صارت خبرا قديما من بعد قيام القائد الروماني تيتوس بتدميرها سنة 70 ميلادية، ثم قيام إليانوس هادريانوس بمحو آثارها من فوق الأرض وبناء مدينة جديدة مكانها أو بالقرب من موضعها. وحضر على اليهود سكن المدينة الجديدة إليا بالنطق العربي إلياء. وفي القرن الرابع الميلادي في الربع الأول منه كانت مدينة الله العظمى الإسكندرية تحمل لواء الدفاع عن الدين والعقيدة القويمة، وكان الأسقف العام بها ألكساندروس وهو آنذاك رأس الكنيسة ورئيسها، أي البابا أو البطريرك أبو الآباء البطريق البطرك، يشعر في قرارة نفسه بأنه المختار من الله لحفظ العقيدة الأرثوذكسية أو الإيمان القويم. ومن هنا تصدى بقوة لآراء القس آريوس الذي قال إن المسيح ليس هو الله وإنما هو ابنه بالتبني، بينما ترى كنيسة الإسكندرية وسائر الكنائس في مدن الله العظمى روما أنطاكيا كابادوكيا أن اللاهوت لم يفارق الناسوت في المسيح طرفة عين. وعلى الصعيد السياسي العام في هذه الفترة كان الإمبراطور الروماني قسطنطينوس أو قسطنطين الكبير يحارب رفقاء سلاحه السابقين لتوحيد الإمبراطورية تحت زعامته، فاندلعت حروب طاحنة من سنة 317 إلى سنة 324 ميلادية انتهت بامتلاك قسطنطين الزمام كحاكم أوحد. وكان هذا الرجل أصلا من بلدة الرها العراقية، وقيل إنه ابن لأحد الملوك، وقيل إن أباه غير معروف لأن أمه كانت تعمل ساقية في مواخير الرها، وعرفت رجالا كثيرين كان اسمها هيلانا. وكان المسيحيون آنذاك قد تكاثروا نسبيا فصار عددهم حسب ما يقول المؤرخون 10% من سكان الإمبراطورية الرومانية، على الرغم من العنت والتعذيب الذي مارسه الأباطرة ضد هذه الديانة الجديدة المرتبطة في أذهانهم باليهودية. راجع في ذلك
والديورانت قصة الحضارة عصر المسيح، وتعاطف قسطنطين مع المسيحيين وأصدر مرسوما بالسماح لهم بأن يمارسوا عبادتهم بحرية ضمن الديانات الأخرى المعترف بها في الإمبراطورية، مرسوم ميلانو. وآمنت أمه هيلانا بالديانة المسيحية حسب ما يقال، ومن هنا تدخل الإمبراطور قسطنطين لحسم الخلاف بين أسقف الإسكندرية البابا ألكساندروس والقس المنشق الهرتقي أريوس، ورأس أول اجتماع دولي لرؤساء الكنائس سنة 325 ميلادية، وهو المجمع المسكوني الذي انعقد ببلدة نيقية القريبة من المدينة الجديدة التي كان الإمبراطور يقوم بإنشائها لتكون عاصمة ملكه القسطنطينية، وما كان بناؤها قد انتهى بعد. وفي هذا الاجتماع انتصر الحاضرون لرأي الإسكندرية وأسقفها العام، وطرد أريوس من حظيرة الإيمان، فمات كمدا أو تم اغتياله بالسم الزعاف. راجع في ذلك رأفة عبد المجيد اغتيال أريوس. وفي هذا المجمع المسكوني تم اعتماد الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم، متى ومرقس ولوقا ويوحنا فقط، وحظر الأناجيل الأخرى، إنجيل المصريين، إنجيل العذراء، أناجيل الطفولة، الأناجيل الغنوصية، إنجيل توما إلى آخره. وعدت هذه من يومها بمثابة نصوص غير قانونية وغير معترف بها وغير معتمدة، وبحسب الاصطلاح العبري اليهودي القديم أبوكريفا. وتم السماح الإمبراطوري لحراس العقيدة وأباء الكنائس والتصريح لهم بمداهمة البيوت لضبط هذه الأناجيل الأبوكريفية وحرقها ومعاقبة مالكيها، كان ذلك سنة 331 ميلادية. وفي تلك الأثناء تم إضفاء القداسة على مدينة إيليا وتحويلها من بلدة رومانية إلى عاصمة للمسيحية، إذ دعا أسقف إيليا ماكاريوس الإمبراطور قسطنطين أثناء انعقاد مجمع نيقية إلى تدمير المعبد الوثني الذي بناه هادريان فوق جبل الجمجمة أو الجلجلة أو الجلجثة، للبحث تحت أنقاضه عن قبر المسيح. فقامت أم الإمبراطور التي سوف تعرف لاحقا باسم القديسة هيلانا بعملية تنقيب للبحث عن الموضع الذي صليب فيه المسيح والخشبة التي صليب عليها، أي صليب الصلبوت، والقبر الذي دفن فيه 3 أيام قبل أن يقوم من موته ويصعد إلى السماء. وقد وجدت هيلانا ذلك كله مطمورا تحت ركام من القمامة وتحت حطام المعبد الوثني الذي كان هادريان قد أقامه تقديسا للرب فينوس أو عشتار. وهنا تحمست هيلانا أم الإمبراطور فقامت بتنظيف المكان وإقامة كنيسة فوقه، هي التي ستعرف عند المسيحيين بكنيسة القيامة وعند اليهود والمسلمين من بعد باسم كنيسة القمامة. وقد ظلت هذه الكنيسة هي أعظم الكنائس وأكثرها قداسة، وكانت الأكبر حجما في العالم حتى تم بناء كنيسة آيا صوفيا في المدينة العاصمة التي بناها قسطنطين القسطنطينية إسطنبول أو إسلامبول في فترة لاحقة. وفي فترة تالية سيطر عليها المسلمون العثمانيون وحولوها إلى مسجد جامع، وفي زماننا هذا صارت متحفا يزار من السائحين ولا يقصده مصلون. ومع مرور الوقت احتلت كنيسة القيامة مكانة كبيرة في نفوس أهل الديانة المسيحية على اختلاف مذاهبها، وصارت مقصدا يحج إليه كل قادر من المؤمنين بالمسيحية وكل من استطاع منهم إلى ذلك سبيلا. على هذا النحو السابق وعلى المنوال ذاته الذي دعا سليمان الملك اليهودي لبناء الهيكل، ودعا هيرودس لتوسعة هذا المعبد، قام قسطنطين باسترضاء رعاياه من المسيحيين بالسماح لهم بممارسة شعائر ديانتهم علانية، وقام بنفسه برئاسة المجمع الكنسي نيقية
سنة 325 ميلادية، حيث دارت المناقشات باللغة اليونانية التي لم يكن يعرفها لأن لغته الوحيدة كانت اللاتينية. وقام عن طريق أمه هيلانا القديسة ببناء كنيسة القيامة فوق القبر المقدس للمسيح، حتى إن كثيرين من مؤرخي الكنيسة أكدوا أنه آمن بالديانة المسيحية، وزعم بعضهم أنه أعلن إيمانه بها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، مع أن المعروف تاريخيا أن هذا الإمبراطور عاش حياته وثنيا ومات وفي قصره ما لا حصر له من تماثيل الآلهة، لكن الاستعمال السياسي للديانة أوجب عليه الأعمال التي أثلجت صدر المؤمنين بالمسيحية، فدانوا له بالولاء ولقبوه بألقاب دينية ورفعوا أمه إلى مرتبة القديسين. وعلى هذا النحو السابق اكتست مدينة إيليا بالقداسة مجددا، فصارت عند المسيحيين مقصدا للحج من أنحاء الإمبراطورية التي اعترفت رسميا بديانتهم كإحدى ديانات المعترف بها آنذاك. وقد أدى ذلك إلى انتشار المسيحية ودخول الناس فيها أفواجا، وما لبث الحال طويلا حتى تطور، فصارت المسيحية بعد 60 سنة هي الديانة الأوسع انتشارا، مما دعا الإمبراطور ثيودوسيوس الأول لإصدار مرسوم سنة 391 ميلادية يقضي صراحة بأن المسيحية دون غيرها هي الديانة الرسمية للإمبراطورية، وهو المرسوم الذي احتفل به عوام المسيحيين آنذاك، فقاموا بالهجوم البربري على أهم مركز علمي ومعرفي في الإسكندرية وفي العالم القديم كله، وهو المعهد العلمي الموسيون والمكتبة الشهيرة، فجعلوا كليهما من يومها أطلالا تلوح في وجدان الإنسانية مثلما يلوح باقي الوشم في ظاهر اليد. وبعد سنوات قليلة وفي زمن حكم الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني، قام عوام المسيحيين بقتل هيباتيا عالمة الفلك والرياضيات، وبعد سحلها في شوارع الإسكندرية وتقشير جلدها عن لحمها، وقعت هذه المأساة سنة 415 ميلادية، فأظلمت الدنيا واندثر العلم خلال القرون الخمس التالية، فلم يلمع اسم عالم واحد شهير طيلة ردح طويل من الزمان، حتى بزغ نجم العلماء المسلمين في القرن الثالث الهجري أي التاسع الميلادي. ومع مرور الأيام تكاثفت قداسة إيليا أو إيلياء وكنيسة القيامة في قلوب المسيحيين، لكنها أثارت حنق اليهود فسموها كنيسة القمامة، لسيما أن المسيحيين كانوا يكيدون لليهود ويمنعونهم من سكن المدينة المقدسة مسيحيا، وكانت من قبل عدة قرون مقدسة يهوديا، ويكيدونهم بإلقاء القمامة أي الزبالة على الموضع الوحيد الباقي من أورشليم المندثرة، وهو الصخرة والجدار القصير الباقي من الزمن اليهودي الغابر حائط المبكى المسمى لاحقا عند المسلمين حائط البراق. وفي غمرة هذا العنت المسيحي ضد اليهود لم يبقى أمام المغلوبين على أمرهم اليهود الهود المتهودين إلا التناثر بالسكن حول المدينة والتوجه إليها بالهمة عند الصلاة، أي اعتبارها قبلة لهم أيا كان موضع الصلاة والمصلي في العالم، وهو نوع من الإحياء المجازي لذكرى أورشليم أي بيت هامقداش، ومحاولة لاستبقاء حلم الرجوع إليها وإعادة المجد اليهودي القديم الذي يتوهمونه ويبالغون في تضخيمه كلما تدهورت بهم الأحوال مثلما يفعل المقهورون عادة، أعني ينتصرون على الواقع باللغة وبالأحلام. وفي السنوات الأولى لظهور الإسلام في مكة وقبل انتقال النبي إلى المدينة، وبالتحديد سنة 621 ميلادية السنة الأولى قبل الهجرة، اجتاح الساسانيون أي الفرس المناطق المسماة اليوم الشام وفلسطين، واحتلوا مصر بعدما انهزم أمامهم المسيحيون الروم،
فاستطاعوا السيطرة على إيليا وعلى كنيستها القيامة أو القمامة، وأخذوا من هناك قطعة الخشب المسمى صليب السلبوت التي اكتشفتها هيلانا القديسة قبل 3 قرون من الزمان، وذهبوا بها إلى عاصمتهم المدائن. وبطبيعة الحال انخلع قلب المسيحيين في أنحاء الأرض، وتعالى بكاؤهم على إلياء الأسيرة والكنيسة الجريحة، مثلما يتعالى اليوم بكاؤنا على القدس الأسير والأقصى الجريح، أو القدس الجريح والأقصى الأسير. وقد أشار القرآن الكريم إلى واقعة احتلال الفرس الوثنيين المجوس عبدة النار أرض الروم المسيحيين في السورة القرآنية التي سميت الروم، وتقول آياتها الأولى: غلبت الروم في أدنى الأرض. لاحظ هنا الوصف القرآني لمنطقة فلسطين والشام بالأدنى من الأرض وليس الأقصى. ومن بعد 8 أعوام عادت الغلبة لروم على الفرس بقيادة الإمبراطور هرقل الذي استعاد من المدائن صليب السلبوت، وعاد به إلى إلياء منتصرا، وخفقت قلوب المسيحيين فرحا في أنحاء العالم. وأيامها انعقد بهذه المناسبة اجتماع بين الإمبراطور والأساقفة في إلياء، فأكدوا له أن سبب الهزيمة قبل سنوات كان تعاون اليهود مع الفرس، وأقنعوه بأن الديانة اليهودية قد نسخت بالمسيحية بعد ظهور المخلص يسوع، ولا معنى لوجود يهود بعد ظهور المسيح بقرون، فسمح لهم بتطبيق هذا الحكم الشرعي الجائر: إما أن يعلن اليهودي إيمانه بالمسيحية وتخليه عن اليهودية أو يقتل. فوقعت في أنحاء العالم القديم مقتلة، أي مذبحة مهولة، راح ضحيتها 10,000 وقيل بالمئات الآلاف من اليهود المتمسكين بدينهم. وقد تزامنت مع هذه المذبحة اليهودية على يد المسيحيين حروب النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ضد يهود يثرب المدينة المنورة ويهود خيبر من بعدها، فكانت المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقتل فيها الناس زرافات وجماعات على أساس عقيدتهم الدينية. بدأ ذلك على يد المؤمنين بديانة المحبة والتسامح، المسيحيين التابعين ليسوع اليهودي الذي قال: أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى الذين يبغضونكم. وعندما اتسع بسرعة نطاق الدولة الإسلامية بسبب اهتراء دولتي الفرس والروم والإنهاك الكبير الذي حل بجيوشهما من بعد استدامة الحروب بينهما، لم يكن العرب يعرفون أو يتداولون فيما بينهم اسم أورشليم أو الوصف العبراني القديم لها بيت حمقداش أو بيت المقدس أو القدس، وإنما كان المعروف عندهم آنذاك هو الاسم المشهور به المدينة القديمة، المدينة المقدسة المسيحية إلياء التي يحكمها ويتولى أمورها رجل دين أسقف. وكانت هناك مدينة أخرى أصغر تشبه إلياء في وضعها الديني والسياسي، هي بلدة إليه المسمى اليوم باسمها العبري الأول إيلات. وكان النبي قد صالح بنفسه أسقف إليه وفرض عليها جزية مخففة ومنح أهلها وحاكمها أمانان مكتوبا يمكن أن نقرأ نصه في معظم كتب التاريخ الإسلامي التي أرخت للفتوح وانتشار دولة الإسلام. وفي تلك الكتب أيضا ورد أن أسقف إلياء الحاكم للمدينة اشترط لتسليمها للمسلمين أن يحضر أميرهم ويمنحها عهد أمان، ربما أسوة بما جرى قبل أعوام في إيله. وهكذا حضر الخليفة عمر بن الخطاب وتسلم بنفسه مدينة إلياء ومنحها عهد الأمان الذي نختتم به هذه المقالة، مع إشارة إلى أن نصه الوارد فيما يلي ثابت بحروفه في تاريخ الطبري، وإشارة أخرى إلى أن المدينة مذكورة
فيه باسمها إيلياء ست مرات لم تتضمن أي ذكر من قريب أو بعيد لاسمها الغابر غير المعروف آنذاك أورشليم. وإشارة أخيرة إلى أن صور هذه العهدة الموجودة اليوم على الإنترنت في جوجل وغيره جميعها مزيفة. تقول العهدة العمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم ولصلبانهم سقيمها وبريئها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حدها ولا من صلبانها ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعلى أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصليبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أرضه فإنه لا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، كتب وحضر سنة 15 هجرية.